الله لنا بيك، برجلك. ممنونين ممنونين ابو باسم. شوف تعبانه ما تقوم من بيضها، لان تكون حنينه جدا يعني. نعم اي هسه احنا راح نشوفهم. اي ابو باسم تكون حنينه جدا. شوفها طبعا هذا البيض اذا تشوفونه نايمه ما تقوم. ايه؟ يعني هذا الطير هو بري رغم ما بري، ولو مو بيض كان يفر. هاك شوفها. نعم نعم نعم. هذا شوف شلون نايمه حنينه، محنه القطع ماكو شكلها بعد. ايه؟ شوفونها يمكن. ايه؟ متابعينا الكرام، هذه هاي شلون نايمات. هاي ثانية. ايه هذا القطع. ايه كان سلام الله عليه، علي بن ابي طالب عليه السلام. نعم. ايه يقول عندي اعز الاصوات هو صوت القطع، وفعلا يعني صوته حنين حنين. اي من تسمع الصوت ماله حتى دماغك يرتاح. اها والله يرتاح للصوت. متابعينا متواصلين ان شاء الله في الجزء الخامس من لقائنا مع المربي أبو باسم الهاوي لتربية القطاء، هذا الطائر الرائع الجميل. إذا تشوفون هسه هذا الفحل اللي قدامنا، أي هذا شوفه، شوفوا شوفوا ايش قد روعة. صيح لأبو باسم يجي عليك. لا يشوفني شنو المجموعة هاي. مستغربها. يشوفني ويرجع. شنو هاي المجموعة؟ اي شوفها يعني هذا وين تحصله هذا يا راعي. متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن مع الحلقة الثانية من تربية القطات. قالت العرب أدل من قطات، ولعل طائر القطات من أجمل الطيور الموجودة في الطبيعة، طائر مستوطن ومهاجر، طائر يحب البراري، يحب وجود غدران الماء، يتبع الماء إلى مسافات بعيدة. اليوم إن شاء الله مع أخونا أبو باسم حسين مكي خضير الكرخي إن شاء الله راح نسأل بعض الأسئلة عن هاي الهواية الجميلة. هل هي حديثة العهد ويا لو قديمة؟ أبو باسم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم إحنا جدا سعداء وياك. أهلا وسهلا. مو بس إحنا وإنما متابعينا إن شاء الله من أقصى الأرض إلى أقصاها في كل دول العالم، في خارج العراق، الدول العربية، السعودية، تركيا، الأردن، سوريا، دول الخليج، كلهم إن شاء الله راح يكونون سعداء في مشاهدتهم للمقطع اللي راح تتحدث به لمتابعينا. أهلاً وسهلاً. هاي الهواية يعني هل هي جديدة وياك لو قديمة؟ لا هذه صارت عندي من أني بعدني عمر 8 سنوات. كان يكربون على الخيل ويسوون زرع، يجي القطع الفدان مال الخشب قبل. اي ورا الفرس. تذكر هذا؟ تذكرتهم. خوش. اي فكنت أسوي شروك أصيد. شرك أصيد وحدة اثنين وهاي. إذا تسمح لي قسم من متابعينا خصوصا في خارج المنطقة العربية ما يعرفون شنو معنى شرك. الإخوان هي مادة خيط وبها الشنط، هي الشنطات. نعم هي المصيدة اللي يصيدون بها هذا الطائر. نعم. يسمونها سميتها؟ احنا نسوي شرك. شرك سموها شرك. نعم. اي او جمعها شراك. اي شراك من تخلي ويجي ياكل يدور حبي يريد ياكل. هاي الشراك شو وقت يصير؟ بوقت الزراعه مال الحنطه والشعير يقوم يجي. بوقت الزراعه يجي. أي. يبدي يجي. يقوم يجي يعني هو متفرخ بالصيف، هاي تجمع عندك وقت يجي مجاميع قويه يعني بالاله. نعم. فينزل نسوي الشروك. كانت الاسراب اكثر قبل. اي نعم نعم. يعني في طفولتك كانت. نعم. الاسراب اكثر. اي هواي قطع. هسه لا هسه الا نصيده تقريبا بال عندنا منطقه جنوبيه بضحيه بجزيره سيد احمد الرفاعي. نعم. والله بهذا نصيده نطلع نصيد نفرق ونجيب. مناطق دياله وين؟ على دحله طحمايه مو؟ مضبوطه هاي. على دحله وطحمايه هسه ناي. نعم. الفروخ هسه بوقت الصيف بتموت، هو يقطع البياض. اي. ألف اقول يقطع البياض تقريبا نهايه تموت. نهايه تموت بعد ما يبيض. بعد يظل يكبر افراخه. نعم. من يكبر افراخه؟ بأيلول شهر التاسع يبدأ تجمع. نعم. هسه كله متفرغ.
اي اللي على بيضها واللي بمكان اخر. فبكت ايلون يبقى يتجمع، الجو يبرد يبرد، نعم يبرد، يبقى يطير مجاميع مجاميع، تطور على الزرع هذا الجل اللي نسميه مال الزرع. يبقى ياكل هناك ويلقى له برك مال ما يورد عليها. نعم. هو يورد مرتين، ساعة بالعشرة والساعة بالثلاثة والثلاثة ونص الأربعة. نعم نعم. فمن ياكل عاد وين يتجي؟ هم يروح يعلف له شوية ويرجع على مكانته. وين مكانته؟ الأعشاش مالته. لا مو أعشاش، بس منطقة مكروبة بكرب خرماشة، هو هناك يحبها. مكان التجمع مالته. تلقى يصير قبل المغرب الصوت ماله وعالقه. نعم. اي فاحنا احنا بالاخير تطور صيد القطع، قمنا نصيده على اللايت مال ماكينه سياره، احنا نقود سيارات رانج روفر وهذا قام نقود ماكينه. صحيح. فنبدا نضرب بعد ما يتجمع. نقوم نطيره نفرقه. نعم. كل مجموعة تصير نقوم نشوفها وين نحط عليها اللايت، احنا نروح بالهاي نلزمها بالشاقب، نجمع قفاصة ونجمع ناكله ناكله واللي عرف الربي. فبالاخير قمنا صار من هاي الوضعية بعد ما انت صيد بالجزائر. نعم. قمنا نجمع ونتونس يمنا. يعني قصدك بعد الوضع الامني. الامني اللي ساء الوضع الامني، ماكو طريق كله ملغوم وتخاف. نعم صح. قمنا شو نسوي؟ نحطها يمنا، احنا ما نقدر نفارقه. الفراق ماله صعب. طبعا خصوصا الموت. للهاوي الموت ولا الفراق. الله ابو باسم تحياتي لك. القطايه اذا القاها ميته اضمها واكملها ويبسها واوديها في مكان اخاف عليها. الله والله لو اتمنى حتى حنطها. فلو يجيني اعز واحد بالدنيا، نعم، ويقول لي اعطيني قطايه، والله ما خليها تطلع من القبر. صحيح. اي عندي عز حبك لها. صبح اجي الصبح عادي، اول ما اقعد من النوم شربت السكان شاي، حطيت الكرسي هنا يتجمع عن يمي. طبيب نفساني. لا طبيب يعني مو طبيب يعني خافيات امراض من عندي. صح. ما له عتب. صحيح. أنا صحيح. عندي اعصاب وعندي كآبه، فاني لا مو هذا القطع اشوفهن ما يهدأ دماغي. صح. اي والله هذه وبديت الصيد حتى طيور حر ربقتها صقور وما ادري شنو. اي هسه تعرف الوضع الامني شلون يعني. نعم خاف سيارتنا والحمد لله والشكر. ممنونين لك. وهسه بعد اني هالشوفون القطة هذا هالشوفه انه يلتمن لما انتم يلتمن علي. بارك الله فيك. ممنونين ابو باسم. شوفوا تعبان.